اه بطني، اه بطني. هو ولد ولا بنت؟ ازاي اتجوز وخلف كمان؟ ومين اللي اتجوزه ده؟ ازاي عايش وبيمارس حياته زي البنات وبيمر بكل اللي بتمر بيه البنات، لدرجة انه بعد سنين سعي منه يبقى بنت قال انه حرفيا اسبوع من كل شهر بيكره يبقى انثى. بدر خلف كل يوم والتاني يبقى ترند بسبب تصرفاته الغريبة وتصريحاته الأغرب اللي سبب استفزاز للجمهور، والكل بيسأل بدر خلف خلاص بقى يتقاله بدرية خلف، وبيحاول يوصل للجمهور من البنات كل التغيرات الفسيولوجية اللي ممكن تحصل للبنات، لدرجة كل أعراض الحمل اللي ممكن أي ست تمر بيها في الفترة دي هو مر بيها، والكل مستغرب إزاي كان راجل وهيئته راجل وشكله راجل بشنبه ودقنه ده وفجأة في يوم وليلة بقى بدرية. بدرية بمعنى الكلمة، يعني الجسم جسم بنت والشكل والملامح بنت برضو. ليه بينشر صور جريئة بعد زواجه من راجل؟ معقولة بقى حامل بجد؟ ليه اتضايق بعد ما تحول لبنت رغم انه كان هيموت ويبقى بنت؟ يعني الناس بتضرب كف على كف منه وبيقولوا باقي ايه تاني بدر خلف ما عملهوش. بدر خلف عمل كل حاجة ولسه بيعمل. عالم البنات والستات مليان تفاصيل كتيرة في التصرفات والمشاعر والمواقف والانفعالات كمان، مش هيغلب يعني. كل يوم والتاني هتلاقيه بيقدم محتوى مختلف من باب التنويع يعني، وعلشان الجمهور ما يزهقش تغيرات فسيولوجية مفيش أكتر منها، جواز وحمل وميكب ولبس وإطلالات للستات، هو ده شغله أصلا من قبل ما يتحول لبنت. يعني مع بدر خلف مش هتقدر تغمض عينيك. بدر خلف بعد ما قال أخيرا صرت بنت وهيقدر يحمل وما بقاش مصدق نفسه إنه خلاص أخيرا حقق حلم سنين وهيقدر يخرج المشاعر الإنثوية المكبوتة جواه بشكل طبيعي، ده لو افترضنا يعني إنه هو راجل كانت المشاعر دي مكبوتة جواه. بالعكس طبعا بقى يكره إنه تحول لبنت وبيكره ده. لما كان لسه راجل كان مهتم جدا بكل يخص الستات والبنات، وكان بيلبس لبسهم وبيحط ميكب والشنب والدقن في وشه قد كده وعادي خالص، ودي كانت البداية. بدر اكتشف نفسه وحسه انه لازم يبقى بنت من جواه ومن بره كمان. الموضوع مش موضوع مشاعر بس طبعا لما تحول لبنت حب يبقى شبه البنات، شال الشنب والدقن بالليزر وبقى ولا احلى بنت ممكن تشوفها. ده كله كوم، وانه يتجوز ويخلف ده كوم تاني خالص. من كام يوم كده بدر اعلن انه اتجوز وبيقضي شهر العسل، وفين؟ في المالديف. ده مش موضوعنا يعني يا جماعة. والغريب والعريس كان مفاجأة، شاب اسمه فهد القحطاني ولاعب كرة قدم في الإمارات، وتعمد نشر صور جريئة مع الشاب ده لصورة كان بيظهر فيها شكل بدر، ولكن ظهر الشاب بس هو اللي ظاهر، وده اللي خلى الجمهور يقول إنها مش حقيقية وأكيد متفبركة. بدر كمان نشر على حسابه على سناب شات وقال قد إيه هو تعب في الرحلة دي، وده بعد ما نزل من الطيارة وركب طيارة تانية بعد الرحلة الطويلة علشان يوصل للمالديف، وده اللي خلاه يبقى تعبان كده. واحدة من المتابعات بتقوله اللي ناقص بقى إنك ترجع حامل من المالديف، قال لها اللي يجي من الله حياة الله لا اعتراض. بدر قال لها جيتي في جمل يعني، ونشر ستوري بيقول انه حاسس بعرض من اعراض الحمل، وبدأ يشارك الجمهور اسماء البيبي سواء ولد او بنت. الجمهور هنا اتجنن واستفزوا من كل التصرفات دي، لدرجة ان الكل اجمع ان اكيد حالته دي محتاجة علاج، مش ممكن يكون شخص طبيعي، اكيد هو مش عارف هو عايز ايه، ولو بنت محجبة ولا منتقبة، مرة يلبس الحجاب ومرة يخلع ومرة يلبس النقاب، وده لما كان في لايف مع راجل اسمه أبو جيركان علشان كده قاله إنهم متجوزين وده شرطه علشان تظهر، وبعدها قال إنه خلاص رجع واسترجل، وبعدها نشر اختبار للحمل وقال إنه حامل وكتب طلعت حامل من طليقي. تفتكروا فعلا هو عايش حياته كبنت بجد ولا دي كلها تصرفات علشان الترند مش أكتر؟ هل حالته محتاجة للعلاج ولا كل واحد حر؟ بدر بقى من مؤيد ومعارض، في اللي شايف إنه مش عيب إن ميوله تكون أنثوية ويتعالج وفي حالات كتير كده، وفي اللي مبسوط بيه وشايف إنه عمل اللي بيحلم بيه أخيرا، ودول أغلبهم أكيد ناس نفسها تاخد الخطوة دي بس لظروف ما منفعش. انتم بقى شايفين حالته ازاي؟
شاركوني برأيكم في التعليقات.